الساندويتش كيجي زوين بزاف ولا درتو منه كميه كثيره فهو كيبقى مزيان وكيبقى في المجمد، ويمكن لكم اذا يمكن للمستمعات يعتمدوه حتى في الخبز اليومي. واخا غادي نحتاجو 350 غرام ديال الدقيق الابيض مع 150 غرام ديال السميد الرقيقه، معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، اللي ما عندهاش يمكن لها دير واحد جوج معالق كبار ديال الحليب العادي السائل، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال السكر والملح والماء الدافئ بطبيعه الحال اللي غادي نحتاجوه باش كنجمعوا العجين. كنخدموا هاد المكونات ديالنا مزيان وحنا كنضيفوا في الماء الدافئ تدريجيا حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي ما كيكونش يتلصق باليدين، كيكون رطب بطبيعه الحال ومخدوم. وملي كنحصلوا على هاد العجين ففي اخر مرحله كنزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكنعاودوا نخدموا العجين حتى كتمزج لنا ديك الزبده مع العجين. اييه ملي كاين ناخذوا هاد العجين وكيوجد لينا فحنا كنغطيوه وكنخليوه حتى يختمر مزيان ويضاعف الحجم ديالو، كنزولوه من داك الاناء اللي درناه فيه وكنحيدوا منه داك الهواء، كنخدموا شويه بيدينا وكنديروا منه واحد الكويرات صغيره بحال الشكل ديال البطبوط اللي كنديروا معمر يعني صغيورين، او يمكن لهم يديروه كبار يعني على حساب الرغبه ديالهم، او يمكن لهم يديروهم طوال على حساب السيده وشنو بغات تعمر بهم. صافي ملي كنديروا منهم دوك الكويرات كنخليوهم بطبيعه الحال يرتاحوا واحد شويه، كناخذوا المدلك ديالنا عفوا كناخذوهم وكنبسطوهم شويه ديال السميده يعني بحال اللي كنديروا الخبز ديالنا. ايه وكنحطوهم في واحد اللاطه اللي كتكون مدهونه بالزيت ومرشوشه بسميده رقيقه، وكنخليوهم حتى يختمروا. ملي كيختمروا فاحنا كندهنوهم بكميه ديال الحليب وكنرشوا عليهم كميه ديال السميده وكندخلوهم للفرن ساخن من قبل، يعني ما كنثقبوهم ما والو، كنخليوهم بحال هكذاك كيجيو واعرين وكيجيو محلولين من الوسط وماشي داك اللي فيهم العجين بزاف. اييه واخا كيما قلت لك فهما كيبقاو مده طويله في المجمد، يعني ممكن يحتفظوا بهم باي بالكفته باي حاجه بغاتهم، المهم كتصيبهم واجدين. يعطيك الصحه فعلا دوم بالاقتراحات اللي كيبغيوهم وليدات، علاش ما نصايبوش الخبيزات هكا ساندويتش في الدار؟ اييه والحشوه على حسب اللي متوفر. الخبز العادي كيجي ما نقولش لك كيجي واحد الشكل اللي رطب زوين وما فيش ديك البطعه اللي اللي كتكون كثيره.